مستشفى مزد العام هو المستشفى المركزي أو للمنطقة، هو مستشفى رابط يقع بين الطريق الرابط بين الجنوب الليبي والشمال الليبي. طبعا مستشفى مزد هو يقدم في خدمات مختلفة للمنطقة، يعني للمنطقة خاصة لأهل المنطقة بالولادة والعيادات الأخرى يعني والباطنة والأطفال والجراحة وغيرها من التخصصات. وايضا هو مستشفى حوادث يعتبر، ورسلنا الجهات المعنيه قلنا لهم راهو مش فقط مستشفى مزده، ماهوش فقط راهو مستشفى تعامله كمستشفى للمنطقه فقط. مستشفى مزده طبعا عليه ضغط كبير من المناطق المجاوره، يعني المستشفى الوحيد الامثله البسيطه، المستشفى الوحيد توجد فيه عمليات ولاده ولاده وعيون وجراحه وباطنه واطفال وعظام ومسالك في المنطقه كامله، يعني ممكن مسافه 500 كيلومتر جنوب مش حتجد ولا مستشفى يقدم في خدمات، وشمالا اقرب مستشفى غريان. مستشفى عليه ضغط كبير في الخدمات، يعني حالات ناخذ مثال مثلا شهر 12 هذا شهر 12 اللي فات، عمليات الولادة الطبيعية في مستشفى مزدة فقط 341 عملية ولادة طبيعية، تقريبا 73 عملية قيصرية، هذا قسم ولادة فقط، يعني هذه أعداد كبيرة بمقارنة بالمخصصات لمستشفى مزدة. يعني مستشفى مزدة يعامل كأنه مستوصف، يعني جهات المسؤولة تعرف الكلام هذا ونشدناها. يعني أنا في اللقاء الأخير يعني مناقشة ميزانية مستشفى مزدة ومستلزمات مستشفى مزدة في وزارة الصحة ووزارة المالية، قلت لهم مستشفى مزدة، قلت لهم راه مستشفى مزدة يحتاج يا ناس، راه أنا لما يجيني ممرض يقول لي جيعان، ما قال ليش ممرض نبي مرتب، يعني وصلت لمراحل بسيطة المرتب يطلبها الممرض يطلبها. يعني لما مستشفى مزدة يخصص له 600 ألف في السنة بين إعاشة ونظافة وأطباء متعاونين وصيانة وسيارة إسعاف وقود وأدوية، يعني شو بدير أنا في لقائي مع المسؤولين قلت لهم يا جماعة خذوهم أنتم وزعوا، يعني أنا منطقة لا توجد بها أطباء، كل الأطباء اللي يجوا للمنطقة هم متعاونين، وطبيب يعني في طرابلس ممكن يخدم ب700 جنيه، لكن هل أحد يتوقع أن في طبيب في منطقة زهادي نائية يعني ما فيهاش خدمات بيخدم 700 جنيه؟ أكيد حاجك متعاون، أنا عندي 30 دكتور لو تحسبهم في 2000 3000 هذا 600 ألف، بهي العاشة كيف بندير لها؟ بهي النظافة كيف بندير لها؟ بهي الممرض اللي 3 سنين أو 4 سنين ما فيش ممرض خدم مرتب، ناخذه في منحة نقصه من هذا نعطوه لهذا، نقصه من الموظف هذا، وهذه هي اللي كيف مشي مستشفى مزدة بارك الله فيه. بالحقيقة أثبتوا ممرضين مستشفى مزدة وأطباء أثبتوا أنهم رجال وطن ونساء وطن، يعني أعطوه للمستشفى وأعطوه لأهلهم بارك الله فيهم. لكن دي مراني ناشد، مش أول مناشدة ومش أول مرة نقولها، المسؤولين كلهم يعلموا بذلك، وللأسف أن هم يا أما يغضوا في البصر يا أما يبوش حد يتكلم. أنا مش بالعكس، أنا مكمل لوزارة الصحة ومكمل للجهات المسؤولة، لكن للأسف يعني في استجابة هي ما نعرفش، يعني قالوا أنا طبيب طبعا أخصائي جراحة، يعني مكاني الطبيعي في العمليات، قالوا لا مفروض قعمس الوزارة وجنكش، يعني بالليبي يقولوا فيها كيف يحمس وزارة، يعني واضح مفروض تكون بخطط مدروسة وبمستشفيات تعرف موقعها، اللي موقعها في الحوادث يعطاها أدوية حيوادث، واللي موقعها في الولادة يعطاها ولادة، واللي تفيد الناس في الأورام يعطاها أدوية أورام. مثلا أنا مستشفى مزة تعطيني أدوية أورام ما عنديش بها أي لزمة، يعني فعموما بحسبة بسيطة مستشفى مزدة 2020 طبعا من 1/1/2020 اللي عند 31/12/2020 خص لمستشفى مزدة طبعا 600 ألف دينار، هذا كل الميزانية التشغيلية لمستشفى مزدة من أدوية من أجهزة من مستلزمات طبية من مرتبات أطباء من صيانة. الآن نعم مستشفى طبعا كما قلت لك وفرنا الحمد لله، أنا بنكمل الفكرة هذه فقط، لأن مستشفى مزدة وفر ما يقارب للمنطقة من مقابل المبلغ البسيط والإمكانيات الأدوية البسيطة اللي أعطت له والحاجات البسيطة، وفر تقريبا ملايين دينارات على الدولة الليبية والحمد لله. المستشفى الآن اللي ينقص المستشفى مزدة يقدم في خدماته كعناصر طبية وطبية مساعدة ومجهود يعني تقني يقدم في باللي يقدر عليه، وما زال حيقدم مش حيوقف، لكن اللي ينقص مستشفى مزدة هي الأدوية، هي الأجهزة اللي يعني تشخيصية اللي تساعد الأطباء أنهم يشخصوا الحالات، الأجهزة اللي تساعد في العمليات والولادة والطوارئ هذه وسيارات الإسعاف، هذه الحاجات يستحق لها مستشفى، يستحق لي
ناشدنا، نعم كل الجهات المعنية ناشدناها، ناشدناها مراسلات موجودة، مراسلات بخصوص الأجهزة والمولدات الكهرباء وخصوص الإعاشة والنظافة والحاجات كلها واصلة للجهات المعنية، مرتبات الأطباء ونرسلنا عليهم الأدوية. المواطن الحقيقي يحتاج شيء بسيط، الحاجة البسيطة راهي تأثر، فأتمنينا أن يكون في دعم للناس هذه. الممرض اللي يقول لك أنا نخدم 24 ساعة وأعطاك هالمجهود، يعني أخدم في قسم جراحة ولا قسم ولادة ولا قسم باطنة بمنحة أعطيها الشغل الكبير هذا، لو يعطوه مرتب مش نتوقع منه حيكون أفضل، لو أعطيته إعاشة كويسة حيكون حاجة كويسة. فقط هو حقوق بسيطة احنا نطلبه زينا زي باقي المستشفيات، يعني الحقوق البسيطة هذه باش نقدر نقدم الأفضل إن شاء الله بعون الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من مستشفى بزد العام بتاريخ 30/1/2021. طبعا في هذا اليوم، طبعا يوم السبت هو اللي لامانه راهو يوم السبت المستشفيات كلها راهو تلاقيهم ربما عطله السبت وجمعه، عده مستشفيات ممكن تمشي لها في منطقه نايه تلاقيها راهو هم مستريحين ما يخدموش. احنا كل الحمد لله العيادات كلها موجوده، عياده الانف والاذن والحنجره، عياده الباطنيه، عياده الجراحه، عياده ايضا حتى المسالك البوليه، عياده العظام. احنا الان امام عياده العيون تمام، وعندنا حاله اعتقد قالوا ان هو في عيار ناري في الطواري، تو اخصائيين جراحه ان شاء الله بيمشوا يحاولوا يشوفوا الحاله اللي موجوده. المستشفى راهو للامانه في ازدحام في اكتضاض. طبعا احنا جبنا زملائنا معانا والفريق نتاعنا من كل ليبيا، جبنا زملائنا يعني دكاتره من الزاويه ساندونا من جميل كذلك من طرابلس، حتى اجانب في عراقيين وفي سوريين، دكاتره سوريين وفي ايضا حتى دكاتره من السودان، اخصائي نتاع اللي هو عندك الانستيزيا من السودان الشقيقه. يعني الحمد لله ما فيش حد مقصر معانا من ناحيه اهلنا وناسنا، واهلي وناس يعني مسانديني وديما وراي. أني كل اللي نطالب فيه الحالات اللي من مستشفى مزدة، سواء كان تخصص عيون، سواء كان تخصص عظام، سواء كان تخصص مثلا عندك اللي هو مواليد، أي تخصص مرات أنني ما عنديش ليه إمكانيات وما عنديش ليه مقدرة، مثلا حالة الحوادث، حالة العيار الناري اللي تحتاج إلى أخصائيين أعصاب وطبي اللي هو جراحات أوعية دموية وغيرها، نحاولوا فيها راهو لأماكن ثانية ربما ما تتلقاش العلاج الكويس وتقعد اللي هو في محل استغلال للمصحات الخاصة وغيرها. زي الشيء هذا طبعا وارد وموجود. طبعا المنطقه راهو بعيده عن المدن، المنطقه راهو تعاني، المنطقه ما فيهاش امكانيات للاسف الشديد، راهو احنا منسيين للامانه، امكانياتنا محدوده. هادو اهلي، هادو ناسي، هادو راهو اللي هادو اهلي وهادو ناسي واقفين معاي، واني يخجلني جدا اني نحس انني مقصر معاهم. كل يوم يجوا يطالبوا مني في قصدي الناس عندي يعني في الطوارئ تموت، كل يوم الناس عندي في الطوارئ تموت نتيجة الحوادث. نزلنا في الصفحة ورينا خدماتنا ورينا إمكانياتنا، للأسف الشديد ما فيش حد معدل علينا. أنا هادو الناس كلهم في رقبتي، نبي نقدم لهم خدمات، نبي نقدم لهم إمكانيات، نبي نعاونهم. الناس هنا حتى الدواء ما عندهمش يشرو، مرات أنا نحط دواء صلاحي تقريبا يجوا يتعاركوا عليه وياخذوا فيه، ما عندهمش قدر يشرو دواء، ما عندهمش قدرة ان هم للأسف لا عندهم محلات تجارية ولا عندهم شيء، معتمدين إلا على المرتب متاعها، المرتب متاعها 400 جنيه بيجيب له. الحمد لله عملياتنا كلها بالبلاش، والجبل كله زي ما يعرفوا كلها بالجباية. أنا ما ناخدش من أهلي فلوس، ونعرف وضعهم ونعرف إمكانياتهم ونعرف قدرتهم. يعني للأسف الشديد هو دواء مرت عليه مازال شهرين، نقول له مازال شهرين، نقول لا بناخذه دكتور، لأني لو ما خديتهاش أنا حالتي حتزيد سوءا. والله الأمانة نعطي في أدوية هيك يجيني الحالة بعد 4 أيام تزيد سوءا، تقول يعني أنا دواء دكتور مخديتهاش. كل يوم الحالة تجيني أنا نكتب لها وصفة من البداية لنهايتها ونبعتها، بعد أيامات يجيني نلقى الحالة ساءت، نقول له بلك الدواء اللي خديتها مثلا صلاحيتها مثلا ما تنفعش، بلك الشركة اللي خديتها ما تنفعش. يقول لي يا دكتور أراه الدواء أنت كتبته لي وأنا مخديتهاش، حطه تحت الوسادة ومشيت وجه للصيدليات وقال لي لقيتها غالي ما قدرتاش. أراه الدواء اللي كان ما شريتهاش مخديتهاش ما طبراش، راهو كان كتبته في وصفة خديتها حطيتها تحت الوسادة، راهو مش حيعاينك ومش حتعالج، لازم تتناوله وتاخذه. الحمد لله عندنا صيدليه هنا توجي ان شاء الله تجي الكاميرا تصورها، الادويه اللي موجوده هنا ما اعطاها لي حد، انا لقطتها من المستشفيات، صلاحيتها كلها قريبه يا جماعه، لما يقعد عليها شهرين 3 شهور البوابات توقف فيها في الطريق وتبي تنزلها. هذه رساله حتى لي البوابات، انا شخصيا مساعد مدير مستشفى نركب شخصيا في السياره اللي تنقل، عندي مندوبين للاسف كل مره يقول لي راهو الدواء اللي بنجيبه راهو تشد فيها بوابه يعرقلوني، انا شخصيا ننزل بصفتي مساعد المدير، نعرف اني في مكتب مكيف ومستريح، انا ما نستريحش على خاطر اهلي وناسي، أنا فراشي في مكتبي يا جماعة، ما نروحش من المستشفى وديما قاعد هنا، وننزل نجيب في أدوية على الأقل البوابات اللي موجودة، أراه الأدوية اللي صلاحيتها قريب تنتهي أراه تجي ناخذ فيها من الشركات الخاصة اللي تقول يا راهو هذه ما عادش نقدروا نبيعوها نجيب فيها لناسي. الدولة راهو ما دعمتنيش ما عطتني شيء، بالعكس هم ينتقدوا فيا، يقولوا يا راهو ما عندكش تيم، تيم موجود، الأطباء موجودين،
يقول لي ما عندكش حالات، الحالات موجوده من هنا ومن هنا، وهذه راهو في حالات العيون بس، من غير العيادات، من غير قسم النساء والولاده، من غير الطوارئ. طوى عندي حالات اصابه هنا، حوادث، وعندي حالات عيار ناري، والطريقه راهو يجمع الطريق الرئيسيه باش على الاقل المسؤوليه نتاعت الناس اللي تموت ومسؤوليه الناس اللي يتحملها معي كافه الشعب، يتحملها معي كافه الناس. الناس تموت عندي في غرفه الطوارئ وما فيش حد ينقذهم. الامكانيات ما عنديش معدومه، مش معقوله ما عنديش ماكينه تشفط السوائل نتاع حادث مروري، مش معقوله ما عنديش مونيتور نقيس معدل الاكسجين لحاله انا خشيت لي ممكن ضربه على الصدر ولا ضربه على الراس، مش معقوله ما عنديش شرنقه ولا كانيولا. هذا ابسط الاسعافات. انا نبي نوصل قضيتي للناس، سواء كان نتاع البوابات، رجاء لقيتوا حتى حاجه طايحه صلاحيتها هني وجايبها لمنطقتي تركوني سيبوني. انا عائلتي ما عندهم شيء، راهو اهلي ما عندهم شيء، طالع صلاحيته بياخذوه، صلاحيته قريبه بياخذوه، قالوا لي جيب لنا ما تجيش. عندي مره فاتت شحنه حليب ممكن حتى هي ما زالت عليها 3 شهور و4 شهور، كانت الحرس البلدي بياخذوها مني وجماعه قالوا لي ما تاخذهاش لاهلك. انا اهلي محتاجين لابسط الامكانيات، واني اهلي اراو جماعه يموتوا في الطريق الرئيسيه، اراو هذه تاخذ لي جنوب وتاخذ لي بنغازي وتاخذ لي عده مدن، اراو في الطريق الناس يموتوا. تابعوا صفحه مستشفى مزد العام انها تنشر الحقيقه وتنشر الواقع. انا مش حنلمع صورتي ولا حنلمع صورة المستشفى ونقول ارى مستشفي كويس والناس تاخذ خدماتها زي ما يديروا المستشفيات الثانيه. مستشفيات ليبيا كلها تعاني، ولكن ما عندهمش الجرأة يقولوا الكلام هذا لانهم هم اشبح شيء مدايرين. لكن انا حنقول الحقيقه، مش حنلمع صورة المستشفى متاعي. اللي ناقصني نقول ناقصني، واللي نوفر فيه للناس نوفر فيه. وهاو الناس بحداكم هاو يشهدوا معاي اداره المستشفى قصرت معاكم في حاجه، ولادكم قصروا معاكم في حاجه يا ناس. ردوا على الكاميرا، امي من غادي اراو احنا مستشفى ما قصر معاكم في شيء، واحنا نباتوا فيه ونقعمزوا فيه، واهلنا وناس نلوف معاكم لاخر لحظه. والا اذا كان الوزاره تشكو فينا احنا مقصرين تنحينا. احنا راهو تعبنا الناس تموت، تعبنا الناس ما عندهمش امكانيات. عندنا حالات غادي تو تجو الكاميرا تجي تصورهم، راهو تعبنا بلا امكانيات، تعبنا الناس تموت عندي. انا كل جهد اعطيتها، انا اعطيت يا جماعه 99 خطوه، ما زلت لي خطوه من الدعم. الوزاره ما عطتها ليش خطوه واحده، 99 درتهم، واللي نقدر درتها. انا اللي تبوه تفضلوا حاضر، اهلي وناسها موجودين واقفين مساندين. ما نبيش اني ناخذهم للوزاره غدوه نركبهم في سياره ونوصلها لكم. حالات عيار ناري اليوم بتاريخ 30/1/2021 يوم السبت، هذو راهو في قسم الطوارئ، حالات عيار ناري. ما عنديش ليهم شيء، ما عنديش مونيتور، اسطوانات الاكسجين ما عنديش مصنع اكسجين، اسطوانات الاكسجين هذه اعطيها اعتقد فارغه. هذه امكانياتي، كانيولا ما عنديش، شرنقه ما عنديش. اهلي وناسي هذول، مريض اللي يجيك يلجأ لك المستشفى انت توفر له الامكانيات مش توفر له الموت. انا ما عنديش قدره كما تشاهدوا، امكانياتنا بسيطه جدا، واحنا ما نلمعوش الحاجه مش واقعيه. هذا وقعنا. نحن الان امام المختبر. المختبر للاسف الشديد ما يوفرش الا حاجتين لاهلنا وناسنا، والمختبرات الخاصه في المنطقه ما فيهاش راهو مختبرات خاصه. نوفر الا في التحليل نتاع اللي هو السكر وتحليل نتاع الدم، واني عندي عمليات وعندي جراحه. وزي ما تعرفوا يا جماعه تو احنا كنا غادي في الطوارئ، عندنا حوادث وعندنا عيار ناري. هاني الناس اللي تجيني هنا ونبي نسعفها، نبي نزيد لها دم ونبي ندير لها تحاليل نتاعت الاتش اي في والتحليل الثلاثي وتحليل الكبد الوبائي. وبما اني ندير في العمليات الداخل المفروض يكون عندي حتى تحاليل نتاعت وظائف الكبد، ويكون عندي تحاليل نتاعت غسيل الكلى. وهاي الحاله ايضا، الحاله اللي بياخذوها تو بيتم تصويرها ايضا في الاشعه قدامكم. وهذا راهو حاجه معناها واقع كل يوم نعانوا فيه. هادو اهلنا وناسنا، وهم مسانديننا واقفين معانا. طبعا بارك فيك غادي، طبعا هذيك قسم الاشعه، هذا طبعا الحاله اللي صارت، وهذا قسم التحاليل. الناس كلها راهو عندها هذه بتدير تحاليل هنا في المستشفى، اللي عنده عمليات واللي عندهم في قسم النساء والولاده، عمليات في النساء والولاده، وفي عمليات جراحيه، وفي حاله الطوارئ، وامكانيات المختبر عنده ضعيفه، الشرنقات ما عنديش، الكانيولات ما عنديش، السي بي سي تيوب للاسف حتى هو عندي ناقص. انا نبي اهلي ما يشروا شيء. المواطن اللي نعرف انه يخش المستشفى ياخذ علاج مجاني وياخذ مستلزماته ومعداته، تصرف الفلوس بالملايين. للامانه ما يوصلني شيء، احنا في جائحه كورونا، انا طبيب في المستشفى ما عنديش ماسك وما عنديش جلافز، والتيم نتاعي يعاني ما عندهاش ماسك وجلافز ويتلقى في الناس. المفروض نحمي نفسي انا قبل ما نحمي الناس الثانيين. اللي لقيت اعطيته لاهلي، واللي ما عنديش انا مش حنلمع وزاره الصحه ولا نلمح الناس. اللي موجود حنوريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتوره زهره المهدي الشيباني، أخصائية نساء ولادة، رئيس قسم في مستشفى مزد العام. طبعا أنا في المستشفى هذا حوالي سنتين، ومعها داخلة على السنة الثالثة. عندنا نقص شديد زي ما نقوله، حتى وصلنا لمرحلة الزيرو، يعني حتى من الإمكانيات البسيطة زي الكانيولا، سرنج، نيدل، كل ما عندناش. الأدوية
برضو حاجات بسيطة، ما فيش هذيك الحاجات. الفاسيليتي الثانية مثال عندي اليوم، هو عندي اليوم في بيبي كان ناقص شوية، ما عنديش انكوبيتر، لكن هي الحالة جتني فولي، يعني ما نقدرش، ما فيش فيها تحويل. يعني مفروض لو انها جتني بكري شوية كنت ممكن حولتها لمستشفى ثاني، لأن يعني ما عنديش كيف نستقبل البيبي، ما عنديش حضانة. الحضانة اللي متوفرة عندي هي مجرد تسخين فقط لغير. فسبحان الله يعني الحمد لله درنا لها الاي بي سي وسكشن وهيكي واكسجين وخلاص وتدفئة، هذا هو. يعني في عندنا نقص، انا لما جيت للمستشفى ما كانش في اصلا قسم نساء ولادة، فحولت اني نفتح، بديت بقابلات، قابلات في مسعفات تمريض، حاولت اني ندربهم، نعطي في محاضرات شبه يومية، نحاول اني نعلمهم، لكن الحمد لله مشيت روحي بهم يعني، وبديت وقعدت نعتمد عليهم. الدعم مجهود ذاتي، مجهود ذاتي بمجهودي الشخصي. طبعا انا من سكان طرابلس، نجي يوم الاربعاء نروح يوم السبت، اربعة ايام، ثلاثة ايام اللي مفروض الشغل اللي نشتغله هنا يعني نرتاح فيه في الحوش، نلف على المجمعات، على المستشفيات، نمشي مجمع بوسليم، مجمع غوط شعال، طريق المطار، مستوصف غرغور، في شركات حتى خاصة، شركة الأوزون الدولية أعطتنا حليب أطفال، شركة الحكيم أعطتنا بعض من الأدوية وأعطتني ملتي فيتامين، لما عرفوا أني أنا دكتورة نساء ولادة أعطوني حاجات ما تخصني في القسم هذا، والكانيولات والسرنجات والحاجات كلها هذه ناخذ فيها من برا. ولا حاجة عن نفسي أنا، أول ما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص وتوكلت عليك يا رب العالمين. فنتمنى أن يعني ينتبهوا للدواخل، راو الدواخل يعاني هلبة هلبة هلبة، والناس تعاني، والسيولة والحال يعلم بها الله في البلاد يعني. فياريت ينتبهوا لهم الدواخل، يعني يحاولوا يعطونا ولا حتى جزء بسيط. أنا حابة نتكلم على كل شيء ناقص من أبسط الأشياء، هي الجرافس والماسك. معناها ناقص عندنا، واحنا في المستشفى نوفروا في 42 حاجة، نطلبوا من المريض حاجتين أو أربعة مش حيقدر يوفرهم، وكل شيء. وانا نجي من الزاوية، أنا أصلي من هنا ونجي من الزاوية، الطريق والبعد والسكن حتوم الصحي، كل شيء يعني ناقص. سكنكم أنتم هنا اللي موجود يعني؟ موجود هنا في مزاحة، هو تبع المستشفى الصحي يعني، بدون تعليق شو بنتكلم على كل شيء مش متوفر. أنا رسالتي نطلبها من وزارة الصحة، يا تدرونا حل في كل شيء، يوفرونا أقل أبسط الأشياء، نحمي المريض ونحمي أنفسنا، هي الجرافس والماسك وأشياء تخص المريض يعني. وكل مستشفى مزة هو مستشفى مرجان يعني، في كل مرجان في السيزيريا هي العمليات أو في الولادة الطبيعية. يجوكم حالات من خارج مزة؟ يجو يجو حتى من الجنوب. من الجنوب فقط ولا في مدن تانية؟ لا في مدن، يجوا من شقيقة ويجوا من الأصابع ويجوا من كل مكان. نعم ايه. وتوفروا لهم في كل شيء حسب الإمكانيات، حسب الإمكانيات المستشفى، اللي موجود نتوفروا، واللي مش موجود نطلبوا مريض، مرات المريض ما يقدرش عليه، نضطروا احنا بعض الدكاترة أو بعض النزلاء ايه. يعني هم اللي يغطوا على المريض. شو مشاكلكم؟ على المعاشات 450. معاشاتكم؟ ايه معاشاتنا 450. المعيشة 450، هل ينزلوا في كل شهر ولا؟ ينزلوا كل شهر، لكن لا مش كل شهر، مش كل شهر ينزلوا، مرت شهرين وثالث شهر ينزل، مرت شهرين ينزلوا مع بعضهم، مرت ثالث شهر حتى هو ما ينزلش. هذا كيف تو نزلنا 11 و12 و10 ما نزلش، وناخده في 450. مش معقولة نخدمه 48 ساعة ومعناها معاشاتنا 450 بس. عندنا البطاطين، البطاطين هذا المغص لا منتهي نهائي، معقول احنا البطاطين نتاع الحالات نتغطوا بهم احنا التمريض؟ ما عندناش بطاطين ولا قداش بتكرم الحوش، دفايات ما فيش، نجيبوا في الدفايات من الحوش. البطاطين كذلك حتى هو الميه قعدت 3 شهور هنا في القسم ما هناش ميه نهائي، البير بروحه واقف. معناها مش معقوله مستشفى كستوى ما فيش امكانيات بكل لهناك، كمامات لهناك، قلفص لهناك، شيء قداش بناخذوا احنا 48 ساعه نقعدوا لا ماكله لا حتى حاجه. الماكله نجيبوا فيها من حياشنا، البطاطين من حياشنا، الدفايات من حياشنا، حتى الميه قريب نكركروها في من الحياش نجيبوا فيها. ماشي حابين توصل لمين؟ بتوصلوا رسالتكم انتم كقسم تمريض وممرضات هنا موجودات في المستشفى، شو اللي تبوه بالضبط؟
نبوا تعديل المرتبات، نبوا الإمكانية في المستشفى كامل من ناحية المريض ومن ناحيتنا احنا التمريض. ايه الكوجينة حتى هي كل يوم سندوتشة بطن، بس هذا ما فيه، لهناك من يطيب، لهناك إمكانية، لهناك تمويل، لهناك شيء. عند البسط بريم عبد الله، سنة نقرا في سنة أولى في المعهد المتوسط نزدة. و احنا يعني كيف تشوفين المعهد، شنو ناقصه؟ أول شيء ناقصاته دورة مياه، المعهد بلا دورة مياه بكل. نمشي لدورة مياه متاع الغفير، يعني بعيد هلبة بكل، نمشي ونجي نلقى حصة تامة. ونبي نتكلم على الرواش، الرواش ما ينفعوش بكل، رواش بيبان، وصبورة ما عندناش. لا صبورة، وفصل ضيق صغير. معقولة 17 ولا 18 طالب في فصل صغير، ما هناك شيء. وكيف يعني ما فيش من ياخذ فيكم دروس؟ الدكاترة، الدكاترة من المستشفى يجوا. يجوكم ما ياخذوا في شيء. يعني مجان. مجان نقرب فينا هيك تبرعات، كان مش دكاترة رانا قاعدين هيك. هيك وخلاص. ماشي، حاب توصل الرسالة؟ حاسب نوصل الرسالة للوزارة انها تدعمنا بمعلمين. تدعمنا بسيارة تسوقنا وتجيب مكاننا بعيد من نسمة 100، نسكن في نسمة 100 كيلو، نجي نوض الصبح نجي ناخذ 100 كيلو نمشي و100 كيلو بعد نروح. كيف تشوف في قصدي مواصلاتك كذا؟ سيارة خاصة، نمشي كل صبح نصب في بنزينة، أشبح مرة بخمسة عشرين مرة بثلاثين دينار وماشي، كل يوم زي تو. يعني حبي يعني كيف ما عندكمش مواصلات خاصة؟ ما فيش مواصلات خاصة بكل. رسالة نتمنى الوزارة أن ندير لنا معلمين ومواصلات كيف نمشي ونجول المعهد.